اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وكل الشكر للكابتن سيف قصرابي على هذه التمارين الصباحيه المميزه والمفيده لصحه العقل والجسم طبعا مشاهدينا في ضيفنا اليوم وضمن ضيفنا الاول وفقرتنا الاولى لبرنامج يوم جديد راح نتحدث من خلالها عن البرنامج التدريبي المتخصص للدعم النفسي والمساندة الانسانية في الكوارث والازمات واللي اطلقته جمعية حماية ضحايا العنف الاسري للحديث عن هذا الموضوع راح تكون معنا السيدة داليا الفاروقي رئيسة الجمعية وتعرف خلالها أكثر على هذا البرنامج الوطني ستي صباح الخير أهلا صباح وسهلا النور. فيك معنا صباح, صباح النور. شكرا للاستضافة أهلا وسهلا فيك أهلا. يعني إحنا رح نعرف أكثر عن هذه الجمعية أو حماية ضحايا العنف الأسري خلينا نعرف أكثر عنها متى بلشت طيب. وبعدين بنحكي عن موضوع البرنامج لحماية الأشخاص ضد العنف الأسري شكرا عزيزتي جمعية منذ ان تاسست في 1998 واحنا نعني بمحورين، محور الوقايه ومحور الحمايه لجميع الاشخاص في فئات مهمشه او مستضعفه وخاصه ضحايا العنف الاسري من النساء والاطفال. طبعا. احنا اليه عملنا انه نعمل تدريبات لجميع العاملين مع ضحايا العنف الاسري سواء في الميدان الطبي، في التنميه، عندنا اتفاقيه تعاون مع مديريه الامن العام عن طريق اداره حمايه الاسره، عندنا اتفاقيه تعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسره وعن طريق هذه الاتفاقيات نقوم بالتشارك في اعداد وتنفيذ تدريبات متخصصه، بالاضافه عندنا جزء خاص للدراسات الخاصه بمواضيع العنف الاسري سواء هي التشريعات او التطبيقات، عندنا كمان خدمات متخصصة للضحايا اللي بيجوا عنا على الجمعية سواء عن طريق موقع الجمعية على الانترنت أو بيجوا محولين من أشخاص فمنقدمهم عن طريق أخصائية نفسية خدمات نفسية وعلاج نفسي الجمعية تؤمن بالتشاركية فهي أي شيء تعمله وهاي المبادره نفس الشيء نعمل عن طريق شراكات مهنيه مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسميه. الجمعيه تراسها في رئيسه فخريه معالي ريم ابو حسان وعنا هيئه اداريه اتشرف انا بثقه زملائي اني اراسها وعنا هيئه عامه. كل الاشخاص في الجمعيه متطوعين في منهم مثلا اعلاميين في منهم محاميين في منهم قضاه متقاعدين في منهم من اطباء طب شرعي وفي منهم اشخاص بحبوا انهم يخدموا الوطن عن طريق العطاء والتطوع يعطيك الف عافيه شكرا. شكرا طبعا مقدمه رائعه من خلالك تعرفنا اكثر على هذه الجمعيه الرياديه والمميزه التي تعنى بالعنف وضحايا العنف الاسري م. ولكن اليوم احنا قاعدين نحكي عن مبادره اطلقتوها ضمن برامج وجزء يعني والعديد من المشاريع اللي اطلقتوها خلال هذه الفتره منذ تاسيس هذه الجمعيه تعرفينا اكثر على هذه المبادره والتي تعنى بتقديم الدعم النفسي والمس المساندة الإنسانية للكوارث والأزمات شكرا الفريق الوطني للدعم النفسي والمساندة الإنسانية رأى النور أول مرة سنة 2005 بعد تفجيرات عمان ارتأينا إحنا في الجمعية أن نقدم خدمات الدعم النفسي لأسر ضحايا التفجيرات وقمنا بتأسيس فريق متخصص كمان من المتطوعين من كافة الشركاء كانت معنا وزارات مختلفة وأشخاص خاص متطوعين من ذو الخبرة في علم النفس وعلم الاجتماع وبدأنا بمتابعة أسر الضحايا واستمر العمل معهم لمدة سنتين لتأمين كل الراحة النفسية اللي كانوا هم بحاجة لها مع بعض المساندة الإنسانية وعلى مر السنين كمان فعلنا هذا الفريق في عده مواقف على في اماكن مختلفه من وطننا الغالي هلا احنا في مرحله تاريخيه شعرنا انه يجب ان نعمل شيء وتلبيه لنداء الوطن وبتوجيهات من جلاله الملك عبد الله المعظم ورؤيته للاردن كرمز للعطاء والمسانده الانسانيه فعلنا هذا الفريق من اول وجديد في عند أشخاص ممن كانوا بالفريق من 2005 وهلأ رجعوا انضموا إلنا وكمان قمنا بالعمل مع شركائنا تبنتنا وزاره التنميه الاجتماعيه مشكوره <applause> آه، وعندنا شريك اخر هو الجمعيه الاردنيه لعلم النفس والخدمات الطبيه الملكيه، نعمل الان في هذه الاليه لانه نوسع الفريق ونعزز قدراته ومهاراته، <applause> آه، بدانا آه، يوم السبت باول آه، تدريب آه، لنواه للفريق في آه، العاصمه في عمان آه، و لدينا الان 35 شخص يتم تدريبهم بشكل علمي تقني وعملي في نفس الوقت على مدار هذه السته ايام مع متدربين متخصصين كوكبه من العلماء والعاملين في مجال علم النفس وعلى مواد مختلفه بقدر اشرح لكم اياها. ست داليا ذكرتي اليه العمل أه الخاصه في هذه الحمله وشركائكم كمان أه بالحمله، خلينا نحكي عن المواضيع اللي رح تتطرقوا لها خلال التدريب، بما انكم بداتوا يوم السبت، الانتهاء للحمله اي يوم؟ يوم السبت القادم يوم السبت القادم بصراحه اللي عملناه انه بدانا احنا اولا بوضع معايير معينه لاختيار الاشخاص اللي حيكونوا جزء من الفريق تمام آه ف... من اطباء من مختصين من من بالضبط، فكل الشركاء نسبوا باسماء وتم مقابلتهم مقابله وتم اعطائهم علامات عشان انهم ينضموا للفريق عمليه تقييم يعني. تقييم كامل بصراحه اولا بخدمنا انه يكونوا نعرف احتياجات الاشخاص طبعا. وكمان هم بخدمهم عشان يتاكدوا انهم بيكونوا جزء من هذا التدريب وانا بدي اوجه شكر لكل واحد فيهم حاليا عندنا 37 شخص لكل واحد فيهم لانهم متطوعين بوقتهم وجهدهم يعني هذا شيء خارج اوقات الدوام وحيعملوه بعدين لما يطبقوا حيطبقوه مع الضحايا واسرهم اللي حييجوا من يعني ضحايا العدوان الغاشم على غزه واسر الضحايا اللي حيستقبلها الاردن في مستشفيات متعدده فانا بشكرهم كثير لانه هذا عمل انساني بحت وهم عم الاهتمام اللي شفته مثلا امبارح لما كنا في جلسات التدريب واسئلتهم وطرحهم وأديهم من متفاعلين في اسئلتهم وبدهم عن جد يقدموا خدمه انسانيه مهنيه على احسن يعني نوع فانا بشكرهم وبشكر المؤسسات اللي نسبت فيهم وان شاء الله تكون هاي النواه بدايه لعمل اخر رح نعمل بعد ما يخلص التدريب ناخذ التغذيه الراجعه ونقوم بتقييم التدريب بشكل علمي وبعد بعدين ندخل فيه بعض التعديلات عشان بعدين نعممه على الشمال والجنوب ونقدر ندرب اكبر عدد ممكن من الاخصائيين اللي ان شاء الله يعني يقدروا انهم يعملوا انجازات ولو هي بسيطه بس انهم يقدروا يحسنوا راحه النفسيه للضحايا المواد العلميه هي بتعمل زي تجديد للمعلومات اللي درسوها في الجامعات او عن طريق الماجستير او في منهم عندهم كمان دكتوراه بتعمل تجديد لهذه الموضوع بتعمل مهارات اكثر مهارات عمليه في كثير من التكنيكس الها خاص بلعب الادوار، فهم من في تطبيقات سواء مع معظم التدريب في مجموعات عمل صغيره، فبيقدروا انهم يتبادلوا الخبرات وهذا كتير كثير مهم لانه في منهم بيشتغلوا في مستشفيات، في منهم في مركز سرط مركز الحسين للسرطان، في منهم مثلا في وزاره التنميه الاجتماعيه، فهذا التشبيك وتبادل الخبرات كثير مهم واظن هو اكثر شيء رح يغذي تجربتهم التدريبيه. جميل هلا ستي شو اكثر الامور اللي ركز عليها البرنامج بايصال المعلومات للمتطوعين والمشاركين شو المحاور الرئيسيه اللي الان بنعتمد عليها ولازم نستفيد منها وتصل لكافه المحافظات هلا احنا لك. كانت فكرتنا انه التدريب حي... حيكون على قسمين في تدريب للاشخاص اللي حيتعاملوا مع الضحايا انفسهم وفي كمان تدريب عباره عن التفريغ النفسي لنفس مقدمي الخدمه يعني على سبيل المثال الاشخاص اللي حيروحوا على المستشفيات الميدانيه كمان بحاجه لاليات تساعدهم على التفريغ النفسي لانهم حيشوفوا اشياء صحيح. يعني صعبه جدا وحتاثر على نفسيتهم وحتاثر على قدرتهم في تقديم الخدمه بطريقه يعني ايجابيه وفعاله فهذا هذا النوعين من ال تدريبات مثلا في شيء اسمه الاسعافات النفسيه الاوليه هاي رح ندرب الجميع عليها يعني تطبق اول ما انت تتعامل مع الحاله في اليه المقابله وكيف انت تعرف اذا هذه الحاله بتقدر انك انت تتعامل معها كاخصائي نفسي او هي بحاجه لتحويل لدكتور نفسي لانه كمان بدنا نعرف ايش يعني طبيعه الحالات اللي بنتعامل معها امبارح مثلا كان التدريب على العمل مع اليافعين والاطفال لانه لهم ميزات معينه وعندهم احتياجات معينه فهذا كان محور التدريب تمام. بالامس وان شاء الله انه نقدر نلبي جميع الحاجات طبعا زي ما قلت احنا بناخذ التغذيه الراجعه وبنشوف ايش في احتياجات اخرى عم ندخل كل يوم بيوم تعديلات بناء على ايش بنشوف من المتدربين والمدربين اللي انا كمان بدي اشكرهم لانه هم من كمان متطوعين بوقتهم وجهدهم مع انهم اشخاص جدا مشغولين ولكن كل كلنا لبينا نداء الوطن كلنا حسينا بالمسؤوليه المجتمعيه أوه. مع بعض وهذا هذه الشراكه اظن هي ما تعطي هذا الفريق اهميته ما تعطي هذا الفريق انسانيته وهذا اللي ان شاء الله بخليه يكون عنده استدامه يعني لاحقاً. إن شاء الله. تمام،, تمام أكيد من بعد التدريب خططكم المستقبلية في هذه المبادرة وهل هناك إمكانية لتعميم التجربة على أكثر من أشخاص بحاجة للدعم النفسي خاصة إنه الكم تشاركية مع حماية الأسرة الأشخاص أو السيدات والأطفال اللي بتعرضوا كمان لعنف أسري. إحنا بالجمعية نؤمن إنه لازم دائماً الدعم النفسي المهني يكون متوفر لأي شخص في أوقات الشدائد والصعاب يعني حتى وقت آه الجائحه الكورونا لما ما كنا قادرين احنا نكون يعني في آه الجمعيه شخصيا احنا آه عملنا مبادرة اسمها راحتي في منزلي عن طريق خط ساخن كان ممكن لجميع الأشخاص اللي بحاجة يحكوا ويفضفتوا وكلنا كان يعني وضع استثنائي لنا فكان عندنا هذه المبادرة كان ممكن يحكوا مع أخصائي قانوني إذا عندهم أي مشاكل كانت خلال العمل مع أخصائي اجتماعي مع أخصائي نفسي بالإضافة أنه كان عندنا مبادرات إنسانية تساعد الأشخاص في الاماكن المقطوعه انه نامن لهم مواد معينه احنا بنؤمن انه لازم تستمر لازم يكون في استدامه وانا من هون يعني بحيي اولا اي شخص دعم مبادرتنا ماديا او معنويا او لوجستيا خلال هاي الفتره لانه بدون جهودهم ومساعدتهم ما كنا بنقدر انه نرجع نفعل هذا الفريق وان شاء الله انه يعني تكون ان شاء الله ما يكون عندنا ازمات بس بنفس الوقت ان شاء الله ان تكون دائما هذه الجهود متضافره لنعمل ال يعني دائما بحكي انه الشخص ممكن يتحدى أه الامور أه اذا كان عنده مساعده، اذا كان عنده مؤازره من غيره، احنا الحمد لله في الاردن معطائين ومؤازرين مش بس لشعبنا أه الواحد بس لشعوبنا أه وجيراننا، فاحنا دائما نهب أه يعني بعطائنا وان شاء الله انه نكون على قدر المسؤوليه، واي حدا حابب انه يتطوع من ذوي يعني اختصاص علم النفس مم. علم الاجتماع احنا بنشكره ومن يعني يعني بنرحب فيه وان شاء الله في التدريبات الجايه بنقدر انه يكون معنا وانه يستفيد و شاء الله. جميل هذا ستي يقودنا إلى السؤال التالي اللي هو كيف الناس تقدر تتواصل مع الجمعية هناك قنوات مفتوحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا أحنا للاستفادة أكثر من البرنامج واللي بتقدموه من خلال مشاريعكم الخاصة إحنا عنا صفحة على الفيسبوك جمعية حماية تحايل العنف الأسري بيقدروا يتواصلوا فيها معنا عندنا دائما طلبات لمتطوعين بيجينا بشكل دائم متطوعين بحبوا يتواصلوا معنا في منهم عم بدر يدرسوا ماجستير علم نفس او هيك بحبوا يعملوا دراسات في عنا عن طريق شراكتنا مع وزاره التنميه الاجتماعيه بنقدم الكثير من البرامج في دور الأحداث فكمان عنا اشخاص بتطوعوا معنا بعد ما طبعا يخضعوا لتدريب اهم شيء في جمعيتنا انه اي حدا بده يتطوع معنا طبعا لازم يلتزم بالسريه والمهنيه لانه بعض الـ 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 يعني القضايا اللي بنشتغل فيها حساسه جدا فضروري انه نعمل زي تقييم للاشخاص عشان نتاكد من اهليتهم لي إنو العمل معنا ومع الفئات المختلفه. بصراحه هذه المبادره كمان وسعت افقها، يعني عم بيجينا طلبات لاشخاص من مختلف الاماكن لا الانضمام لهذا الفريق وفي كثير اهتمام فيه لانه اظن الناس كلها قاعده بتفكر انا كيف ممكن اساعد، فهذه هي اليه ايجابيه للمساعده وبتساعد كمان شخص نفسه نفسيا لما طبعاً. انت تحس انك عم بتساعد بشيء العطاء, بإشي. العطاء كمان بتعزز ثقتك بنفسك يعني الاشخاص كثير منهم قالوا لنا إن انا مبسوط اني عم بتدرب انا مش زعلان اني جاي يوم السبت وقاعد مثلا خمس ست ساعات في قاعه تدريبيه طبعا لانه التدريب عم عم بينعمل بطريقه كثير يعني حديثه وانه الـ الـ الأطر والمواضيع حديثة كمان يعني إحنا محظوظين بالمدربين زي ما قلت إنهم من ذو الاختصاص ومن ناس عندهم باع طويل مثلا دكتور تيسير الياس من المؤسسين للفريق في 2005 فعندنا كمان خبره متراكمه في هذا الموضوع. حلو، اكيد بنوجه تحيه للدكتور تيسير ويعطيكم الف عافيه كل المدربين اللي اللي معاكم ست داليا، هلا الاشخاص اللي حابين ينضموا لكم ممكن تنشروا على مواقع التواصل الاجتماعي انه والله في دوره تدريبيه من طبعاً يوم كذا الى يوم كذا احنا رح نعلن عن الدوره القادمه ان شاء الله زي ما قلت لك يا اما حنرجع نعمل دوره ثانيه في عمان او حنبدا ننتقل للشمال راح تشمل محافظات رح تشمل عمان؟ المحافظات نعم رح تشمل المحافظات وصار واصلنا كمان طلبات من من المحافظات حلو لانه الاهتمام عم يعني حتى خلال الدوره في ناس عم بحاول بحاولوا ينضموا للدوره وهي قائمه بس ان شاء الله انه يكون عندنا دورات قادمه وزي ما قلت لك خطه الاستدامه تعتمد على الدعم واحنا بنشكر وزاره التنميه الاجتماعيه لدعمها ممثل بمعالي وفاء بني مصطفى هي تواجدت معنا يوم السبت وافتتحت التدريب برنامج, نعم. برنامج التدريب ونشكر دعمها يعني الدائم للجمعية وثقتها فينا لتنفيذ هذه المبادرة وإن شاء الله أنه يكون أكبر عدد من الشركاء معنا جميل. هلا ستي يعني قاعدين نحكي اليوم عن برنامج وطني أهمية يعني وجود مثل هذا البرنامج وانعكاسه ايجابيا على المجتمع الاردني لا سمح الله في حصول اي حادث او كارثه او ازمه ما يعني كورونا كانت مفاجئه فضروري جدا انك تتعامل في فتره ما كان هناك بعض الزلازل في العديد من دول المحيطه فضروري جدا خصوصا في الجامعات والمدارس اهميه مثل هذا البرنامج على المستوى الوطني ومدى استفاده كل مواطن اردني من تعميم الفكره وزياده الوعي المجتمعي حول الازمات وكاليه التعامل معها يعني أنا بدي أعلق على المثال اللي أنت اخترته الكورونا يعني هي أعطتنا أكبر دافع أنه إحنا لأ ضروري يعني زي أي خدمات أخرى خدمات الغذاء خدمات الصحة الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من صحة الإنسان والإنسان اللي مش حاسس عنده راحة نفسية أو أنه عنده ثقة بنفسه أو أنه في عنده مشاكل نفسية ما بيقدر أنه ينتج ما بيقدر أنه يتعامل بشكل إيجابي مع أفراد أسرته ما بيقدر أنه يطلع على المجتمع ويختمه فاحنا حسينا في هذا يعني خاصه في القرون زي ما قلت لك في راحتي في منزلي حسينا انه ضروري لي يعني تجسيد هذه النقطه انه انت ضروري يكون عندك مخرج ضروري عندك ان تفريغ نفسي مع شخص اخصائي يقدر تتواصل معه بشكل هذا وكل هاي الخدمات كنا يعني نعطيها بشكل مجاني عن طريق يعني احنا بنعتمد بشكل دائم وبشكرهم دائما على متطوعينا سواء كانوا من الهيئه الاداريه او من الهيئه العامه من المختصين لانهم بيقدموا كل يعني تجاربهم وجهودهم بشكل مجاني وبكل عطاء فهاي الفريق الوطني ان شاء الله انه يضلوا متاسس ونضلنا انه نعمل مع الشركاء عشان هيك فكره انه احنا نعممه طبعًا. اللي عم نعمله هلا بنعتبره بايلت تجربه وان شاء الله انه بعد ما تصير في احسن شكل ممكن انه نعممها على الشمال والجنوب وتضلها قائمه ما نضطر انه نفعله آه لا يضل إشي قائم وثابت مستدعم. وان شاء الله مستدام اكيد الله. اهميه الشراكات بعملكم وبهذه او بانجاح هذه المبادره أه. من وزاره التنميه الاجتماعيه وايضا حمايه الاسره، هل راح يكون هناك تشبيك مع المستشفيات الاردنيه طب. الموجوده في قطاع غزه لاستقطاب هذه الحالات؟ أه طبعا هلا التشبيك شيء اساسي في عملنا كجمعيه، واحنا ارتئينا منذ انه دخلنا في منظومه حمايه الاسره ومنظومه العمل مع ضحايا العنف الاسري انه ما يد وحده ما بتزقف لحالها صحيح. لازم يكون في تشبيك وتعامل احنا طبعا كجمعيه عضو في الفريق الوطني لحمايه الاسره اللي فيه اكثر من 20 شريك من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسميه وكمان أه الشخص بيضمن الخصوصيه والامان طبعا طبعا ينقل. طبعا هلا احنا مثلا من الخدمات الطبيه الملكيه عنا عندنا شركاء شركائنا فمنسبين اشخاص من مستشفيات مختلفه الجمعيه الاردنيه لعلم النفس عندهم الاف المنتسبين عملوا لهم مقابلات ومنسبين كمان منهم اشخاص للتدريب معنا احنا كجمعيه منسبين اشخاص من المتطوعين وزاره التنميه الاجتماعيه مشكوره كمان نسبت من كادرها المتخصص للتدريب معنا بدون التشبيك ما بنقدر نعمل اي شيء فكرتنا انه الاشخاص حتي اللي حيلتحقوا بالمستشفيات الميدانيه في غزه حينعطوا تدريب متخصص لهم اللي هو خاص بالتفريغ النفسي خاص بحمايه انفسهم نفسيا من اجل التمكن من تقديم خدماتهم بشكل سواء كانوا اطباء او ممرضين واحنا يعني كان لنا الشرف انه التقينا ببعض الاطباء والممرضين اللي بيتعالجوا بالمدينه الطبيه من المستشفى الميداني اللي في غزه ويعني شكرناهم على خدمتهم الرائعه وقفتهم في ظروف يعني صعبه جدا تعرفنا على اهاليهم اللي كانوا كثير فين عليهم ف أكيد. يعني آه كمان هدول احنا بنوجههم تحيه واحنا خدماتنا متوفره لالهم بس هلا قلنا لازم الوقايه قبل ذلك طبعا. فاي شخص راح يروح يخدم لازم يكون عنده بعض المهارات انك كيف تحمي نفسك تحمي كيف نفسك من الضغوط من الضغوط اللي من الضغوط موجودة،, اللي موجودة والمشاهدات اكيد اللي بشوفوها على ارض الواقع لانه الامور يعني قد تخرج صحيح عن السيطره كل شكر لك ستي شكرا أنا شكرا لوجودك معنا يعني وعلى هذا البرنامج الوطني اذا صح التعبير اللي يعنى بالدعم النفسي والمسانده الانسانيه للكوارث والازمات كل الشكر لك صباحك سعيد واهلا وسهلا فيك شكرا معنا كتير شكرا كثير لاستضافتكم شكرا كثير